تربية مع أمنام. أحمر بنفسجي أخضر وردي أصفر أحمر بنفسجي أخضر وردي اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. مرحبا أم نيل. مرحبا أم نوم. كيف حالكما؟ فلنتعلم الألوان. هذا هو اللون الأحمر، فلنضيفه إلى الوعاء ونضيف القليل من اللون الأزرق. أوه، على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي. الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي. فلنضيف اللون الأصفر، نسكبه هنا. والآن أم نوم يضيف اللون الأحمر له. فلنمزجهما سويا. على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي. أجل أم نوم، فلنحاول مجددا. فلنضيف اللون الأحمر. حسنا، والقليل من اللون الأخضر. انظر إلى هذا، لقد تغير اللون. أجل، الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني. حسنا، فلنجرب اللون الأبيض. عمل جيد، أحسنت يا أم نيل. أجل، فلنضيف بعض اللون الأحمر. انظروا على ماذا حصلنا. الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي. مرحبا، أحسنتما صنعا. حان وقت الذهاب. وداعا. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. بنفسجي أسود
أصفر؟ أخضر؟ سيارة. سيارة أجرة. سيارة شرطة. شاحنة. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. سنعثر اليوم على التفاحة مع أم نوم. مرحبا أم نوم، كيف حالك اليوم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عما تبحث؟ أوه، تفاحة؟ فلنذهب ونتناولها. إلى أين ذهبت؟ هيا فلنتبعها. يوجد الكثير من الحلوى هنا. لا مشكلة من أن تدخل. أجل، أوه، أم نوم يسقط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ أوه، أم نوم هل أنت بخير؟ انظر، يوجد تفاحة وهي تهرب مجدداً، فلنتبعها. أجل، اركض بسرعة يا أم نوم. يمكنك إمساكها. أوه، كن حذراً. هيا فلتقفز. أجل، يمكنك الإمساك بها. لماذا تتراجع؟ أوه، فهمت الأمر الآن. هذه حركة ذكية. كدت أن تمسك بها. أجل، فلتزحف وتخرج من هنا. هيا بنا. أجل، أين هي؟ إنها فوقك تماماً. أجل، تسلق بحذر أم نوم. الآن اقفز. أوه، لقد ذهبت إلى الأسفل. فلنتبعها إلى هنا. أجل، تمكننا منها. حان وقت تناولها. أوه، لديها يدين وقدمين وبدأت تطاردك أم نوم. اركض بسرعة أم نوم. يا إلهي، أنا سعيد بأنه حلم. أجل. هل يمكن أن تكون صالحة للأكل؟ فلتلمسها لتتأكد. إنها صالحة. هاي بوب. وداعا أم نوم. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. مرحبا أم نوم. أوه، ماذا فعل؟ إنه كوز وهناك الكثير منه. يا إلهي، كم كوز يولد هنا؟ هيا لنقوم بعدها. أتعتقد أنه علينا فعلها أم نوم؟ أوه، إنها حمراء. الكوز الأول أحمر. سيكون لدينا الكثير من المثلجات. وها هي ذا الكوز الثاني بكرتين من اللون الأزرق. ما الذي تعتقد أننا سنحصل عليه في الثالث؟ لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث كرات باللون البرتقالي. لننتقل إلى الكوز الثاني أم نوم. أوه، يبدو أنه باللون الأصفر. وإنه واو. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع كرات باللون الأصفر. ما الذي سنحصل عليه في الكوز التالي؟ انظر إلى ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. رائع، خمس كرات باللون الأخضر. الآن لدينا اللون البنفسجي. كرات المثلجات لا تتوقف. على كم كرة سنحصل الآن يا أم نوم؟ لدينا ست كرات وجميعها باللون البنفسجي. ها نحن مجددا، هذه المرة باللون الوردي. على كم كرة سنحصل هذه المرة يا أم نوم؟ ها
هل ستكون أكثر من اللون البنفسجي؟ أجل، لدينا 7 كرات وباللون الوردي. لنقوم بالأمر مجدداً، هذه المرة بالمزيد من الألوان. أعتقد بأننا سنتجاوز العدد الوردي. أعتقد أنها ستكون 8 وجميعها باللون البني. أوه، بنكهة الشوكولا، هذا جيد. ما هذا؟ لا أعرف هذا اللون. مهلاً، هل أنا أمنون؟ ما هو هذا اللون؟ وكم عدد الكرات؟ أعتقد أننا سنتجاوز اللون البني. أجل، بالفعل إنها 9 وجميعها بألوان قوس قزح. هذا الكوز الأخير، ولدينا كرات بيضاء وسوداء. انظر إلى ذلك، هناك عدة أكواز. هل يمكننا تناولها جميعها أمنم؟ أوه، سنتجاوز عدد ألوان قوس قزح. إنها 10 كرات وجميعها بيضاء. أمنم، لا تتناولها جميعا، وداعا. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أمنم. مرحبا أمنم، ما الذي تنتظره؟ أوه، الجو حار، أليس كذلك؟ هل تنتظر الحافلة؟ ها قد أتت. لكن مهلا، لماذا تبدو الحافلة باهتة؟ أعتقد أنه علينا تلوينها. أجل، ما رأيك؟ توقف عن الرقص ودعنا نفعل شيئا. هل لديك أي فكرة؟ أجل، لدي. لقد تحولت إلى بطل خارق وقمت بتلوينها بالأصفر. إنها حافلة صفراء اللون، رائع. ما هو اللون التالي؟ العجلات، ماذا سيكون لونها؟ عجلات وردية اللون. حان وقت تلوين البوق. مهلا، ماذا سيكون لونه؟ حصلنا على بوق أحمر اللون. ما اللون التالي؟ حان وقت الباب. ما هو لونه؟ باب أخضر. أعتقد بقي لدينا النوافذ، لنلونها جميعا، وسوف نجعلها زرقاء. لدينا نوافذ زرقاء. الحافلة جاهزة، أمستعد للذهاب؟ لا تتأخر، وداعا. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أمنم. ما هذا؟ كيف حالك أمنم؟ يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألوانا عليهم. حاذر أمنم، اركض أمنم، اركض. عليك أن تحاذر خطواتك أمنم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختبار، انتبه جيدا أمنم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيدا أمنم. ضربوا أمنم مجددا، تحول إلى اللون الوردي. هيا أمنم، فلنحاول مجددا. أحسنت أمنم. أجل، تمسك جيدا. أجل، فلنقفز الآن. لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أمنم؟ يبدو أنها حلوى ملونة، هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجددا. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أمنم. تعلموا الأشكال.
مثلث؟ أين نراه؟ في قطعة بيتزا. قبعة احتفال. دائرة. أين نراه؟ في حلوى. في ساعة. مربع. أين نراه؟ في بسكويت. شرائح. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. ما ذلك؟ شيء يلعق؟ لا يا أم نوم، إنه صندوق وإنه مليان بالأزياء التنكرية. عما تبحث يا أم نوم؟ هل لديك فكرة يا أم نيل؟ نحن الآن في المركز التجاري. أجل، لنتسوق قليلا من أجل الحفل لنشتري قميصا. قميص. ما الذي يجب على أم نوم شراؤه أيضا؟ ما ذلك؟ أوه، بنطال. سيحب أم نوم هذا. أوه، تنورة. يبدو هذا جميلا. هذا لطيف للغاية يا أم نوم. تعجبها القبعة. قبعة. أهذا شيء تود شراءه يا أم نوم؟ لنجربه ومن ثم نقرر. أجل، لنشتري الوشاح. وشاح. لنبحث عن المزيد. أوه، يبدو هذا رائعا، ولكنه مرتفع جدا. لنحاول القفز يا أم نوم. نكاد نصل. تماسك. أوه، لقد سقط. لقد وضعت الصناديق فوق بعضها لتصل إليه. سترة. حصلنا عليها. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. مرحبا أم نوم، كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، انظر، على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا أم نوم، لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ إنها فرشاة،
لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس. إنه براكلي. رائع. هل ترغب بتناولها أم نوم؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه، انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه، انظر، إنها تفقس. إنه باذنجان. أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي. انتهينا، لقد لوناها بالبرتقالي. لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة. لدينا واحدة أخرى لتلوينها. لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس. إنها طماطم. أجل، الخضار صحية جدا يا أمنم. إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر، ستدخل الخضار إلى الخلاط. أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه، فهمت الآن. لقد صنعت العصير من أجل أمنم. تبدو سعيدا جدا أمنم. قمت بعمل جيد، أحسنت. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. ما هذا؟ إنها كرة قدم حمراء، وهذا كرة زرقاء اللون، وهذه أيضا إنها برتقالية. أوه، والأخيرة كرة خضراء. ولكن أين أم نوم؟ ماذا لدينا هنا؟ إنها تفاحة. على ماذا تدل يا ترى؟ آه، قد أتى أم نوم. مرحبا أم نوم، أين كنت؟ أجل، أنت جائع؟ عليك أن تصل إلى التفاحة. لا أظن أن القفز قد ينجح. فلنحاول استخدام الكرات. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. أصبح لونك أحمر بعد قدمك لها. فلنحاول مجددا. الآن حان وقت التوت الأزرق. إنه لذيذ جدا. فلنباشر الآن يا أم نوم. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. لقد أصبحت أزرق اللون بعد تناولك للتوت. حان وقت البرتقالة، فلتحصل عليها. هل أنت مستعد للقفز يا أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. والآن أصبحت برتقالياً. أوهو، أظن بأنها إجازة. هل تظن بأنك ستحصل عليها؟ هيا فلنبدأ. ألست جائعاً أم نوم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. وها قد عدت إلى اللون الأخضر. وداعاً أم نوم. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. واحد، واحد تفاح. اثنان، اثنان كرت.
ثلاثة. ثلاثة. توت. أربعة. أربعة. فراولة. خمسة. خمسة. كمثرى. ستة. ستة. موزة. سبعة. سبعة. بطيخ. ثمانية. ثمانية. أناناس. تسعة. تسعة. برتقال. عشرة. عشرة. عنب. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم. نجمة. مثلث. دائر. مربع. العربية مع أم نوم. تعلم العربية مع أم نوم. أم نوم أم نوم. نعم أم نالي تأكل الحلوى. أجل أم نالي هذا غير صحي. حسنا أم نالي كل تفاحة هذا صحي. أم نم أم نم. نعم أم نالي تأكل المقلي. أجل أم نالي هذا غير صحي. حسنا أم نالي تفضل موزة هذا صحي. أم نم أم نم. نعم أم نالي تأكل الكعك. أجل أم نالي هذا غير صحي. حسنا أم نالي كل فراولة هذا صحي. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلم العربية مع أم نوم.
أحمر أزرق سماوي برتقالي وردي أصفر عربية مع أم نام. تعلمي العربية مع أم نام. ما الذي تفعله اليوم؟ ما كل هذا؟ أوه، هل هذا ما أفكر به؟ إنه العالم أم نام. ما الذي يخطط لفعله؟ إنه صندوق. لماذا هذا الصندوق؟ لماذا كل شيء بلا لون؟ ما الذي يفكر به أم نام؟ ما الذي تفعله تلك الآلة؟ لنكتشف ذلك. هل سنركب الدراجة؟ أوه، أنت تشحن الآلة. وانظروا، ما اللون الذي سيتشكل بعد الشحن؟ إنه الأخضر. لنستمر بإدارة العجلات. الآن اللون الوردي. المزيد بعد، ما هو اللون التالي؟ الأزرق. لنكمل بشكل أسرع، الأصفر. وما هو اللون الأخير؟ هيا، يمكنك فعلها أم نام. أوه، أأنت بخير أيها العالم أم نام؟ لقد اكتمل الساح. إنه الأحمر. لنرى إن كانت الآلة ستعمل. أوه، هناك ألوان تخرج منها. وانظر، أصبح الصندوق ملونا. لقد ملأنا الفراغات. الشكل الأول هو مثلث، مثلث أخضر. والثاني هو مربع، مربع أزرق. والآن لدينا دائرة، دائرة صفراء. والتالي إنها نجمة، نجمة وردية. والشكل الأخير الذي لدينا مستطيل، مستطيل أحمر. أحسنت أيها العالم أم نام. اكتشفنا الأشكال والألوان. وداعا. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى. تعلمي العربية مع أم نام. مرحبا أم نام، انظر إنه هلام أزرق اللون. ألا يبدو لك هلاما لذيذا؟ واو، أوه، انظر إنه يهتز. هيا فلنتذوقه حالا. أوه، أصبح أم نام أزرق اللون. إلى أين يذهب أم نام يا ترى؟ هل يبحث عن المزيد؟ أوه، لا تخف أم نام، هذا أنت في المرآة. أعلم بأنك تحب لونك الأزرق الجديد، أليس كذلك؟ تبدو جميلا. فلنكمل. أوه، هلام آخر ولكن باللون الأصفر. باشر أم نام حالا بتناوله. هل سيصبح أصفر اللون؟ كما توقعت، تناولها وأصبح لونه أصفر. أوه، ما هذه الآن؟ هلامين جديدين، أزرق وأصفر. ما الذي يحدث؟ يهتزان ويقفزان. أوه، لقد اندمجا. يبدوان كتفاحة خضراء. أصبح أم نام أخضر اللون بعد تناولها. مرحى، إلى اللقاء أم نام. اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.